شوط اول مثير وتقدم للاهلي على الاسماعيلي 1-0 ضربه جزاء لعلي معلول في الدقيقه الخامسه. كابتن اسامه، الماتش اتفتح بدري قوي. طبعا هدف بدري جدا في اول دقيقتين تقريبا لضغط من الاهلي وبجي على حارس المرمى محمد مجدي، ضربه جزاء معلول حطها كويس ففتحت الماتش بدري. النادي الاهلي بعديها كان في ضربه جزاء فيها شك اللي هي جت في ايد المدافع الاسماعيلي، فالمباراه اتفتحت سريع بدري. طبعا لم يحتسبها الحكم واعتقد ان هي ممكن تكون سليمه يعني. بمناسبه القرارات دي يا كابتن اسامه، هو في بينالتي في الدقيقه الاولى و40 ثانيه ده من وجهه نظري انا كنت حكم سابق يعني قرار صحيح مظبوط. في بينالتي اللي هو حسبها وكانت للنادي الاهلي وبعدين اعاد في القرار ده قرار صحيح فعلا، هي مش بينالتي للنادي الاهلي في الدقيقه 20. في بينالتي لحسبها لسه ما حسبهاش كان في الدقيقه 23 لنادي الاسماعيلي ورجع فيها مظبوط قرار صحيح. وبعدين في فاول في الدقيقه 29 كان على جيرالدو ولكن الفاول صحيح ولكن ما كانش فيه قرار ما حسبش حاجه قرار غير صحيح. وبينالتي على رامي ربيعه ومن وجهه نظري المتواضعه جدا ده قرار غير صحيح كان في الدقيقه 43 مظبوط، ولكن كل الحاجات دي هنحسمها في الاخر بعد نهايه المباراه مع خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اتفضل يا كابتن. فانا بقول لك ثلاث اربع حاجات سريعه في الشوط الاولاني، الفار تدخله كتير وفي حاجات سليمه وحاجات لا، ان لما الفقره التحكيميه تيجي الملعب يا كابتن الميه مسلم. ايوه بالزبط. الميه واضح جدا ان الملعب مرشوش جامد جدا وكانت هتحصل اصابات لاكثر من لاعب، لاجايت زحلق، لعيبه من الاسماعيلي بتتزحلق، لاعيبه النادي الاهلي بتتزحلق، فواضح ان المايه الرش المايه رش كتير شويه فكانت في زحلقه كتير جدا. بس هي في حته في نص الملعب بس يا كابتن اسامه على فكره، يعني مش الملعب كله، في نص الملعب بس اللي هو بتاع الكثافه بتاعت المايه كانت كبيره. هو كابتن هو في نقطه بعد اذنك يا كابتن اسامه، احنا بنفتح المايه دايما بعد تسخين اللعيبه بعد ما بتسخن بتخرج تلت ساعه قبل المباراه يخشوا يعني يغيروا كده، اول ما بيخرجوا من الملعب بيتم فتح المايه. فتح المايه ده لازم توقيته مهم جدا، يعني 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 مدته هل هو دقيقه ولا دقيقتين ولا، لانه لما النص صح. دقيقه فيه بتفرق صح. ده بتفتح كميه مايه، فهو انا اعتقد ان ممكن يكون اللي بيرش فتح يعني فتح الوقت بزيادة. بس زياده هي دقيقه مش عايز اكتر من 60 ثانيه بالظبط انت بتندي الملعب عشان الكره وهي ماشيه بتمشي تسرع الريتم. مظبوط. زي ما يوسف قال في البدايه انه النهارده برضو فايلر بيلعب 4-4-2 بقى جايه و... ماشي برضو. يعني هو بيلعب بقى جايه وباجي وحاطط قفشه على اليمين ودي علامه استفهام لان قفشه ما عندوش القدرات ان يرجع يدافع خط طولي مع هاني ويطلع تاني. قفشه احسن في مركز 10 لانه صانع العاب وبيتحرك في مساحات صغيره. دي من الحاجات اللي ملحوظه. الاسماعيلي شغال كويس قوي بعد 10 دقايق وسيطر على وسط الملعب وعمل خطوره بالذات عن طريق عبد الرحمن مجدي وعمر الوحش في نص الملعب والشامي وشولونجو عاملين دربكه شويه لخط دفاع النادي الاهلي وكان ممكن جدا يتعادلوا في فتره معينه. والنادي الاهلي ابتدى يرجع تاني لتوازنه في 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 نهايه الشوط ومع ذلك الاسماعيلي برضو عامل خطوره. فالشوط مثير ويعني دي تقريبا اكتر حاجات. هو بس في النهايه راح مغير الـ4-4-2 ورجع بجيرالدو ناحيه اليمين واجايه وقفشه تحت بادجي في اخر 5-6 دقائق. دي تقريبا الاحداث اللي حصلت في الشوط الاولاني يعني. كابتن محمد، فوجئنا برضو بعد احنا ما قلنا ان الراجل هيلعب 4-2-3-1 لانه بيلعب 4-4-2 من بدايه المباراه وبعد قفشه عن مركز خطورته وحطه ناحيه اليمين. واحنا ما شفناش خطوره ابدا لقفشه غير في الدقيقه يمكن حاجه 40 زي ما قال الكابتن عادل بين الشوطين. هو النقطه انا بس قبل ما اتكلم على الحته دي عايز اقول ان الريتم بتاع المباراه كله ريتم حلو يعني ريتم سريع سواء الاسماعيلي او الاهلي. الباس ريتم الباس ذات نفسه الاستلام والتسليم النقل بسرعه سواء الاهلي وهو بيهاجم بيستغل المساحات الفاضيه وبيقدر ينقل الكره بسرعه لتلت ملعب الاسماعيلي او العكس، رتم المباراه حلو سريع. يبقى بقى في حتتين انا عايز اتكلم فيهم. الحته الاولى طبعا ان احنا قلنا
او يعني اتكلمت في حته الاستوديو ان الشكل لما جالنا انا قلت لكم هيلعب بجونيور اجيه واليو باجي اثنين راس حربه وحط قفشه ناحيه اليمين وجالدو ناحيه الشمال وعدلها بعد البينالتي بالظبط ما جه راح لاعب رجعهم تاني لمراكزهم الاصليه بقى جيرالدو في اليمين وقفشه وجونيور اجيه عشان يعني يعمل احتفاظ شويه او يعمل صلابه شويه. واضح جدا ان مستر فايلر مقتنع تماما بحته الراسين حربه ولذلك النهارده غير في شكل الراسين حربه في نوعيتهم بس هم برضو الطريقه هي يعني بدل ما كان اليو باجي ومروان بقى جونيور و اليو باجي. النقطه اللي عايز اتكلم فيها كابتن ودي النقطه الثانيه النهارده انت كنت دايما تسالني ايه الديفنس يعني الماتشات اللي فاتت كان في صلابه كان في حته تامين في حته اطمئنان في حته عايز اقول يعني تشعر ان في ثقه. أيوة. النهارده لا يعني النهارده في كذا كوره عرضيه في اولا عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي الاثنين عندهم مساحات فاضيه جدا في الاستلام والدريبل. أيوة. وبيروح واحد ضد واحد في مواقف كتيره جدا وده ما يجبش ان يحصل لاني واحد زي عبد الرحمن مجدي لو اديته مساحه وحط الكره تحت رجله هي خطر. دريبلر وسريع وقوي طبعا. يعني غير انه سريع قوي كمان. أيوة. فمحمد الشامي كذلك فلازم دي النقطه الثانيه ان محمد هاني وعلي معلول لازم التغطيه الداخليه التغطيه العكسيه لازم تبقى مهمه جدا شفنا واحده اللي اتعملت لشلونج ربنا ستر فيها محمد هاني داخل والناحيه الثانيه علي معلول برضو لازم التغطيه ولازم الضغط على الاطراف دي عشان ما تسبب عملوا كذا كره عرضيه كانت خطر عملوا كام كره دخلوا بيها في ال 18 اللي فيها الكره اللي شك فيها اللي اتحسبت ضربه جزاء بتاعت اسف اللي شك فيها عاشور كان هيحسبها على حمدي فتحي خلاص دي كره برده دخل بيها عبد الرحمن مجدي فاحنا عشان نتلاشى كل الكلام ده لازم يتم الضغط على اطراف الملعب حتى جونيور اجاييه او جيرالدو اللي هيلعب فيهم ناحيه الشمال لو كمل كده او كده لازم يلعب مع اسامه ابراهيم لان اسامه ابراهيم بيأدي واجب هجومي قوي جدا. كابتن عادل كابتن محمد قال ان الريتم في بعض الاوقات كان سريع ريتم الشوط الاولاني وريتم كويس وريتم حلو يمكن شفنا في بعض الاوقات استحواذ من نادي الاسماعيلي في نص الملعب بالرغم ان احنا عندنا في الارقام الشوط الاولاني الاهلي 1 الاسماعيلي 0 الاستحواذ بالنسبه لنادي الاهلي 58% والاسماعيلي 42% تصويب على المرمى الاهلي 1 من 3 الاسماعيلي 0 من 3 الاخطاء على الفرقتين 1 6 و6 ركنيات للفرقتين 1 1 1 بس احنا حسينا في بعض الاوقات بان الاسماعيلي مستريح في نص الملعب يعني مفيش ضغط من لعيبه الاهلي عليهم في نص الملعب فمديهم مساحات انهم يبتدوا يلعبوا ده جزء منه لان انت فاقد خط مش موجود الخط اللي تحت لراس الحربه المسافه اللي ما بين لعيبه نص الملعب وراس الحربه اي وراسين الحربه اللي هو جونيور وبادجي خلينا برضو نقول ان جونيور بيلعب برضو راس حربه صريح حتى المسافه اللي ما بينه وبين بادجي مش كبيره وحتى لما صح. كان بيدافع في نص الملعب ما بيعملش زياده عدديه لعيبه الاهلي في الجانب الدفاعي أيه. فبالتالي عندك عمر الوحش عنده وقت كبير جدا على الكوره وبيعمل كل كوره بيستلمها بيعمل كوره يا اما بينيه كويسه جدا ولو جبنا كل الكوره اللي راحت لعيبه نص الملعب بتاعه الاسماعيلي كلها اتعملت بينيه او اتعملت طويله وهم باريحيه جدا فبالتالي حمدي وديانج يعني بيلعبوا على ثلاث لعيبه واحيانا بيلعبوا على اربع لعيبه لما عبد الرحمن مجدي بيدخل فدي برده فيها صعوبه شويه ايوه والوقت اللي بيدخل فيه عبد الرحمن مجدي علي معلول عنده مشكله يا اما بيدخل معاه جوه الملعب يا اما يقف فبالتالي انت بتشوف اسامه ابراهيم عنده مشكله كبيره جدا وعنده مساحه فاضيه يشتغل فيها صحيح. فلازم لا واحد من اثنين راس حربه دول زي ما نهب قفشه يخلي قفشه موجود ويعمل زياده مع لعيبه نص الملعب في الاسماعيلي لازم ما يبقاش عندهم وقت على الكوره ونقطه مهمه جدا دخول عبد الرحمن مجدي لازم يتقابل بحاجتين يا اما يكون حمدي فتحي واقف وده عملها كذا مره بس عنده وقت برده على الكوره وفي نفس الوقت لازم يكون ربط ما بين الوينج الجناح وعلي معلول لان لو علي معلول عبد الرحمن مجدي واخد دخل لجوه لازم الوينج يشتغل اكنك بتلعب خمسه لازم نشتغل على دي كويس ان دي فيها مشكله وممكن الاسماعيلي يسجل منها. كابتن هاني سريعا تفتكر ان هيبقى في تغييرات في الشوط الثاني وان مستر فايلر هيرجع ثاني لطريقه راس حرب واحد؟ اعتقد هو يعني الراجل مفنش الشوط الاول بالطريقه دي قفشه في مكانه واجاييه في مكانه وجيراردو في مكانه ممكن بس هو اعتقد لو في تغييره
هتبقى جيراردو، لان جيراردو برده نفس المستوى بتاعه، ما فيش جديد. الناس كلها حتى بتزرع على فترات، بيبقى عندك وقت بتبقى كويس، وبعد كده زي قفشه مثلا بيبدا، لان مش في مكانه كلنا عارفين، فبيبدا ما بيبقاش بالمستوى بتاعه المعهود، لكن لما بيتحط في مكانه بيبقى كويس. جيراردو عاملين نغير فيه، مستوى ثابت يعني. لكن اعتقد ان ممكن وليد سليمان يبقى ليه دور، او الشيخ او كهربا في اخر الشوط ان شاء الله. باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني، وباذن الله نقابلكم مره اخرى بعد الشوط الثاني.